جي بروفيتي ديال لوكازيون وقلت بان انت كنت جالسه انا وياك وكنخدموا على لي ريبونس ديال واحد الموقع صحفي مغربي، وقلت لك راه ما يمكنلكش تبقى تهرب من السؤال اللي كيطرحوا عليك الصحفيين المغاربه على الصحراء. قال لي انا اي دونت وونت تو هاد ديك، انا ما بغيتش انا صداع الراس. قلت لي لا راه ما يمكنش، راه التطبيع المغرب الى دوزوه بشريبات الماء وبزاز راه على من اجل عيون الصحراء، راه غير عمرك ما كنت تكون هنا، راه خاصك تجاوب سينا راه غادي يبدا يشكو فيك. جا قال لي بيني وبينك قسما بالله العلي العظيم يا حميد المهداوي، قال لي بيني وبينك، قال لي نحن لا نعترف بالمغرب الصحراء، هذاك اتفاق هذاك تم بين المغرب وبين امريكا قسما بالله العلي العظيم والله يجزيني صحتي. وجا في الاخر شنو قال لي؟ قال لي شوف اسمع يا حميد مزيان، قال لي احنا ماشي في صالحنا نغضبوا الجزائر، احنا ما بغيناش نقلقوا الجزائر. لذلك انا نقول لك السؤال، لماذا تكره اسرائيل الجزائر؟ لما نبحث عن صوره الجزائر في الاعلام الاسرائيلي نجد ما يلي: وسائل الاعلام الاسرائيلي ترى الجزائر العدو الاول لاسرائيل. ليه؟ نمره واحد، ان الجزائريين من اكثر الشعوب كراهيه لاسرائيل. وصحيفه هارتس الاسرائيليه قالت جمله قاسيه جدا ان الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف اسرائيل. نمره اثنين، ان البعض ممكن يقول واسرائيل فين والجزائر فين؟ الجزائر بعيدة عن إسرائيل، كيف تهدد الجزائر إسرائيل؟ برضو الإعلام الإسرائيلي بيجيب والمحللين العسكريين الإسرائيليين بيجيبوا أن الجزائر ليست بعيدة، لأن عندها جيش قوي وعندها قوات بحرية قوية، والجزائر شاركت في حرب 73، وتقدر الجزائر مرة أخرى تشارك في حرب ضد إسرائيل عبر البحرية الجزائرية القوية. وإن في ثلاث طرادات شبح جاي من الصين قريب هينضموا إلى البحرية الجزائرية القوية، وبالتالي فيه قلق من سلاح البحرية الجزائريين. نمرة ثلاثة، إن إسرائيل حاولت إنها تتدخل في النسيج الجزائري وفشلت. إنما عجز إسرائيل إن هي تفكك النسيج الجزائري، ده أدى إلى إن إسرائيل تستهدف الجزائر بطرق أخرى. نمرة أربعة، الجزائر دولة مؤيدة للحق الفلسطيني على مدى تاريخ القضية الفلسطينية، كان دورها كبير جدا. صحيفة الخبر الجزائرية بتقول إن سنة 2010 إسرائيل غيرت مسار الأقمار الصناعية العسكرية، أقمار التجسس الإسرائيلية، علشان تركز على المنشآت العسكرية الجزائرية وعلى الجيش الجزائري، وبالتالي ده موقف عدائي واضح من إسرائيل تجاه الجزائر. ستة وأخيرا، إن الجيش الجزائري بيتطور وبيصرف كتير جدا على السلاح وبيصرف كتير جدا على الدفاع، فهم بيسألوا الجيش الجزائري بيتطور ضد من؟ والإجابة في إسرائيل إن جزء من أهداف الجيش الجزائري إن في حال أي حرب مع إسرائيل سوف تشارك الجزائر كما شاركت من قبل. لكن الجزائر مشاعرنا مع الأكثر من 37 ألف فلسطينيا الذين قتلوا من جانب القوات الإسرائيلية للاحتلال خلال هذه الأشهر الثمانية ونصف. كل يوم بيزداد فخري بهذا السفير عمار بن جامع. الجزائر لا تساوم ولا تبيع القضية الفلسطينية، والتاريخ سوف يذكر من وقف وساند القضية الفلسطينية، وسيذكر أيضا من الخونة، وركزوا على هذه الكلمة، من المطبعين. كانت الجزائر ولا زالت المدافع العربي الوحيد الفعال للدفاع عن الفلسطينيين. تحيا الجزائر. Draft resolution on draft. And what's it going to say? What's the moving? What do you want? A short text, a decisive text to stop the killing in draft. Will you invoke the ICJ decision? For sure.
لك هيدا الزلمة في وراء رب العالمين، هيدا الزلمة ما في وراء بايدن ودول حكام العرب متصهينين، في وراء الله، ما في وراء حدا، وفي وراء شعب وفي بأبي وأمي أنت يا سيدي لأله. وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي، وإلى اللقاء. لأن الجزائريين بيحبوا، يعني سمعت عن عنتر، أبو عنتر الشداد، يعني بيحبوا يطلقوا تصريحات، وبعدهم عايشين في عهد جمال عبد الناصر، عهد القومية العربية، وهم دائما ضد إسرائيل في المحافل الدولية. مش نحن ضدهم يعني، بس لازم تفهم الصورة. لماذا أقول عدو الجزائري؟ الجزائر دائما تهاجم إسرائيل في المحافل الدولية، وهي تدعم الفلسطينيين ماليا، وهي وفق القانون الإسرائيلي دولة عدائية، دولة عدو، وهذا شيء ما فيك تنكره، وهي عدوة للمغرب أيضا يعني.